مرحبا، معكم غالية مندلاوي من مدرسة المتنبي كفر مندا. راح أحكي لكم اليوم عن المواجهة العسكرية الإسلامية ضد الصليبيين اللي هن آل زنكي كانوا والأيوبيين. طبعاً هاي المجموعات الإسلامية اللي كانت ضد الصليبيين في داخل الحملات الصليبية التي كانت في هذا الزمن. وقف شوي، المحشية بلغاية منظر. أرجع من الأول ولا كيف؟ لا ما بس من الأول. أو لا خلاص هذه أقول عيدها؟ فيش حاجة تعيدها لك، لا لا خلاص. رجعينا. أوكي. ما بس أنا تعلم. طيب. راح بس هذا؟ كمل؟ طيب. عن ماذا سنتحدث اليوم؟ مواجهة لا عيد من الأول. رحبي رحبي من الأول. يا لا فيش حاجة ما تسكت نسيها شيء. إيش هون؟ ولا بشيء. ما نبدأ أرحب فيها. طيب. بسيدر؟ ما أنا ما بينهاش أصلاً. طب بس هذا تمام. بس هذا مش مشكلة. 2-1 فضل. مرحبا. معكم غالي مندلاوي مدرسة المتنبي كفر مندا. رايح أحكي لكم اليوم عن المواجهة العسكرية الإسلامية ضد الصليبيين اللي هن كانوا مجموعتين آل زنكي والأيوبيين، اللي هن مجموعات إسلامية اللي كانوا في عهد الحملات الصليبية في قتال مع الصليبيين. عن ماذا سنتحدث اليوم عن هذا الموضوع؟ طبعا مواجهة البيزنطيين مع آل زنكي، محاولة توحيد الجبهة الإسلامية، الدولة الفاطمية، تعريف الدولة الفاطمية، لأن الدولة الفاطمية كان إلها جدا قتالات مع البيزنطيين وكان في إلهن مع الصليبيين وكان إلهن عدة معارك، ضعف الخلافة الفاطمية، ولذلك التغلغل من قبل الصليبيين والقتال كان سببه الضعف اللي كان في الدولة الفاطمية. كمان مواجهة الأيوبيين للصليبيين، الخلاف داخل العائلة الأيوبية وتأثير على ذلك على سير الحملات الصليبية. كان في خلاف بالنهاية بين الأيوبيين وأثر ذلك على نهج وإدارة هذه الحملات. المواجهة ضد البيزنطيين على يد آل زنكي. آل زنكي وهم من العنصر التركي، إذن هم من العنصر التركي وعلى رأسهم عماد الدين زنكي وابنه محمود، قد تولوا مهمة توحيد الجبهة الإسلامية في بلاد الشام، تحضير لقتال الصليبيين وطردهم من البلاد. إذن هن عدة مجموعات خططوا لهذا التوحيد كي يواجهوا البيزنطيين الذين عارفوا بأن هذه المجموعة تريد احتلال الأراضي التي تحت أيد المسلمين. كان عماد الدين قد حكم مدينة الموصل، ثم امتد نفوذه ليشمل حلب، حماه، وبعلبك، وقد توج انتصاراته بالسيطرة على إمارة الرها عام 1144 ميلادي وانتزاعها من أميرها الصليبي جولسن. إذن هون بلش إنه يأخذ الأراضي اللي تم احتلالها من قبل الصليبيين، استرجاع هذه الأراضي التي تم أخذها قبل ذلك من قبل الصليبيين بالحملات الصليبية واسترجاع هذه الأراضي. فأحدث سقوطها هذه صدمة شديدة لمعنويات الصليبيين في الشرق، لأن الرها تعتبر خط الدفاع الأول عن المملكة بيت المقدس اللاتينية. إذن منطقة الرها أو إمارة الرها كانت جدا مهمة بالنسبة للصليبيين وللدفاع عن الأراضي المقدسة بالنسبة لهم. محاولة استرجاع أرض الرها، المحاولة كانت بمعركة طبعا، بمحاولة إنه يسترجوها بحملة جديدة. بالنسبة للغرب المسيحي فكان سقوط إمارة الرها ضربة قاسية للمشروع الصليبي الذي تبنته ورعته البابوية، فاضطر ذلك إلى الدعوة إلى حملة صليبية جديدة. إذا حملة جديدة، حرب جديدة بيقوموا لاسترجاع الرها، وهي الحملة الصليبية الثانية.
1147 والتي بدلاً أن تشير إلى هدفها المحدد في استرجاع الرهن تحولت إلى ضغط من الأمراء المحليين إلى ضرب حصار على دمشق، لكنهم بعد 4 أيام اضطروا إلى الانسحاب عنها خائبين. إذن هون التخطيط كان إشي وراح لموضوع ثاني، ولذلك كان فشل من البداية. فشل استرجاع إمارة الرها لإلهم. كان وقع فشل الحملة استرجاع إمارة الرها هذا شديداً على الصليبيين، فقد أبرز هذا الفشل عمق الخلاف بين الصليبيين المحليين وأوروبا. الصليبيين المحليين إحنا بنحكي عن يعني اللي كانوا موجودين في المناطق المحتلة اللي ساكنين، إذ أنه أثار موجة الانتقادات التي عبر عنها الغرب المسيحي اتجاه صليبي الشرق اللي عاشوا في مناطق الشرق. إذا كان في بنات خلاف وانشقاقات بداخل الصفوف، لا سيما بين أوساط رجال الدين، فقد قال بعضهم أن الحملة الصليبية الثانية قامت على الخداع والغش، إذ لم يهدف الصليبيين في الشرق إلى استعادة الرها أو احتلال دمشق، بل أرادوا كسب المال والرجال في أوروبا. فكان هذه بداية التصدع في المشروع الصليبي لما سببته الحملة من أزمة ثقة. إذن ما في ثقة بين الصليبيين في أوروبا والصليبيين الموجودين في الشرق اللي هن أخذوا مواضعهم وأخذوا أماكنهم في داخل هذه المناطق واستقروا. لذلك كان في عندهم وجهة نظر مختلفة عن الصليبيين الأوروبيين، واتهمون إن هاي وسائل خداع وغش، والهدف تبعهم هو مش هدف ديني ولا هدف إن يسترجعوا الرها، بل إنه هدف إنه احتلال وكسب مال وأمور أخرى. سقوط الرها وتوحيد الجبهة الإسلامية، الهدف من البداية لآل زينكي، وبعد ذلك طبعا تبعتها عدة مجموعات، إنه توحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين، ضد البيزنطيين، المجموعات المسيحية ضد المسيحيين اللي هن كانوا ببناتهم خلاف على الأراضي المقدسة وعلى الأماكن المقدسة في داخل هذه الأراضي. سقوط الرها وتوحيد الجبهة الإسلامية، كان سقوط الرها بداية عملية توحيد الجبهة الإسلامية، وبذلك أصبحت سوريا موحدة تحت حكم آل زينكي سلالة تركية مسلمة من الرها شمالا حتى حوران جنوبا. امتدت دولة إسلامية واحدة مركزها دمشق، ثم أخذ بعدها نور الدين زينكي يصارع الصليبيين في سبيل السيطرة على مصر الفاطمية. انتهى من أمور اللي بتخص الصليبيين ويريد السيطرة على مصر الفاطمية، وكان الصراع بين الفاطميين وآل زينكي، وأيضا بين الصليبيين والفاطميين، و في خلافات داخل وخلافات خارج. أصل الدولة الفاطمية، الآن نرى ونتعمق أكثر من هم الفاطميين كي نستطيع، أو ما هي أصل هذه الدولة كي نستطيع فهم الموقف السياسي، اللي كانت من 909 ميلادي حتى عام 1171 ميلادي. هذه الدولة استمرت هذا الزمن، هي إحدى دول الخلافة الإسلامية، دولة خلافة إسلامية، والوحيدة بين الدول الخلافة التي اتخذت من المذهب الشيعي مذهبا رسميا لها. دولة الفاطمية المذهب الذي اتخذته هو المذهب الشيعي، وهم تبعت عليه السلام، الذين يؤمنون بأنه لا يستحق الخلافة غير علي وسلالة النبي بعد ذلك. و أصبح الانقسام بين المسلمين من البداية بعد وفاة الرسول على هذا، بين السنة والشيعة، وهذا الفرق بين السنة والشيعة من البداية. شملت الدولة الفاطمية مناطق وأقاليم واسعة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فامتد نطاقه على طول الساحل المتوسط من بلاد المغرب إلى مصر، فأضحت دولتهم أكبر دولة استقلت من الدولة العباسية، هي أكبر دولة خرجت من نطاق الدولة العباسية أو استقلت من الدولة العباسية، والمنافس الرئيسي لها على زعامة الأراضي المقدسة وزعامة المسلمين. الدولة الفاطمية بمنافسة شديدة هي والدولة العباسية التي انقسمت عنها أو التي أخذت الأراضي منها.
يرجعون بنسبهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، فهم بهذا علويون سلالة علي عليه السلام، ومن سلالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبر ابنته فاطمة الزهراء ورابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب. إذن هون سلالة النبي المجموعة التي تؤمن أن علي هو الأحق بالخلافة. أسس الفاطميون مدينة المدينة المهدية في ولاية أفريقيا سنة 912-913، واتخذوها عاصمة لدولتهم الناشئة. وفي سنة 948 نقلوا مركز الحكم إلى مدينة المنصورية. ولما تم الفاطميين فتح مصر عام سنة 969 أسسوا مدينة القاهرة شمال القسطاط وجعلوها عاصمتهم، فأصبحت مصر المركز الروحي والثقافي والسياسي للدولة وبقيت كذلك حتى انهيارها. إذن مصر هي المركز الأساسي للفاطميين والروحي بالنسبة لهم. بدأ الضعف في الخلافة الفاطمية نتيجة خلاف معين كان بين الوزراء، بين المجموعات القيادية في داخل الدولة الفاطمية، ولذلك انهارت هذه الدولة. نستطيع أن نقول في النهاية أنها انهارت. يعني كانت الخلافة الفاطمية قد دخلت في فترة تدهور، حتى صار موت الخليفة أو الوزير فيها مقتولا، يعني قتل، عمليات قتل للرئاسة تبعتهم أو للزعامة تبعتهم من هدف أنه تغيير هذا الخليفة أو تغيير هذا الوزير. أمر عادين فاستغلوا بالعنصر الخارجي الصليبيين أو نور الدين زنكي التركي. إذن أو الصليبيين أو نور الدين زنكي، هذا التعاون اللي كان بيناتهم. وقد رحب الصليبيون بذلك، طبيعي جدا أن الصليبيين يرحبوا بذلك من أطماع في داخلهم أن استغلال هذه الأراضي أو أنه يأخذوا منهم هد أهدافهم. وقد رحب الصليبيون بذلك لما لمسوه من أهمية مصر السياسية والعسكرية لأجل بقائهم في الشرق. أما نور الدين فقد وجد خطوة مهمة لتوحيد الجبهة الإسلامية، فمصير مصر هو مهم للطرفين، فعليه يتوقف حسم الصراع بينهما، بل مصير المشرق الإسلامي برمته. مصر كمنطقة استراتيجية وإسلامية جدا مهمة. الأيوبيين ومواصلة الجهاد ضد الصليبيين. حكينا عن مجموعة اللي هي أصلها تركي وكان في إلها نقاشات في داخلها وضعف فما كملت. حكينا عن الفاطميين اللي كانوا حاكمين في مصر، أيضا صار في بيناتهم اختلافات وأيضا انهاروا. الآن نتكلم عن الأيوبيين ومواصلة الجهاد ضد الصليبيين. بعد النجاح الذي أحرزه أسد الدين شركوي وصلاح الدين لدى البلاط الفاطمي، إذن بداية في البلاط الفاطمي، لسيما تسلم السلطان صلاح الدين الأيوبي منصب الوزارة. إذن منصب الوزارة مع صلاح الدين الأيوبي، فأخذ يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف طالما رودته، وهي إذن السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي يصبح سلطان بعد ذلك، هناك لديه أهداف: إحلال المذهب السني، في عندنا مذهب شيعي الموجود في مصر، المذهب السني مكان المذهب الشيعي السائد في مصر لحكم الفاطميين الشيعة لها. إذن هدف أول بالنسبة للسلطان صلاح الدين الأيوبي هو إحلال المذهب السني بدل المذهب الشيعي في مصر. توحيد جبهتين السورية والمصرية، إذن جبهتين مع بعض أقوى قوة أكبر. مواصلة القتال ضد الصليبيين اللي هن العدو الذي كان هدف التوحيد وهدف أن يكون دولة قوية من أجل مواجهة هذا العدو اللي هو الصليبيين. إعادة المذهب السني بدل الشيعة على يد صلاح الدين الأيوبي، السلطان صلاح الدين الأيوبي. استغل السلطان صلاح الدين الأيوبي وظيفته كوزير للخليفة الفاطمي، فبدر إلى إبطال الخلافة الفاطمية الشيعية في مصر، وذلك عام 1171 ميلادي.
وعلى أثر ذلك أمر بإزالة تأثيرات المذهب الشيعي بتعطيل عمل الجامع الأزهر الذي بني عام 969 ميلادي وإغلاق دار الحكمة وهي خزانة كتب التي تم إنشاؤها الخليفة الفاطمي عام 1004، لأن هذه المؤسسات هدفت إلى نشر المذهب الشيعي وبذلك إعادة السلطان صلاح الدين الأيوبي بمصر إلى المذهب السني الذي دعمه آزنكي السنيون. هون إحنا بنشوف ضعف في داخل الدولة الفاطمية، استغلال ذلك على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي، كذلك دعموا بذلك آل زنكي السنيون مجموعات اللي تدعو إلى المجموعة السنية، وخلاف هون بين الشيعة والسني مجموعتين اللي هن في بيناتهم اختلاف ديني. توحيد الجبهة المصرية والسورية تحت زعامة صلاح الدين الأيوبي السلطان صلاح الدين الأيوبي. انتهز السلطان صلاح الدين الأيوبي الصراع الذي نشب بين أمراء الدين زنكي بعد وفاته عام 1174 ميلادي بسبب مسألة الوصاية على ابنه القاصر الصالح إسماعيل الذي كان قد بلغ حينه 11 من عمره، إذن لا يزال صغير، هناك وصاية واختلاف على وصايته. فزحف صلاح الدين إلى الشام وقاتل الأمراء الزنكيين. إذن هون انتهى من أمر الفاطميين الذين كانوا في حالة ضعف، والآن مواجهة بينه وبين الزنكيين الطامعين بالوصاية، فتغلب عليهم في معركة عند تل السلطان بين حلب وحماة، ثم توصل إلى اتفاق مع الصالح إسماعيل ابن نور الدين زنكي بأن يتولى صلاح الدين حكم دمشق وما يليها جنوبا، وبهذا يكون صلاح الدين قد نجح في توحيد الجبهة المصرية والسورية تحت زعامته. بالبداية هدف انه يكون عندنا المذهب اللي بحكم في مصر هو مذهب سني، هذا الهدف حققه. هدف ثاني كان توحيد بين الجبهة المصرية والجبهة السورية، أيضا نجح بتحقيق الهدف الثاني وطريقه إلى الانتصارات التي يحققها مقابل الصليبيين. إذن هون إحنا بنشوف نجاح السلطان صلاح الدين الأيوبي، نجاح كبير في أهدافه وتحقيقها. الهدنة مع الصليبيين. بعد نجاح السلطان صلاح الدين الأيوبي في تحقيق أهدافه، أخذ بعد العدة القتال الصليبيين، فلم يبادر إلى الصدام المباشر، لأنه هون بعده طالع من حروبات معينة، اختلافات معينة، تأسيس جيش، تأسيس قوة، لذلك لا يريد القتال المباشر. أخذ بعد العدة لقتال الصليبيين فلم يبادر إلى الصدام المباشر معهم، بل عقد هدنة عام 1180 لمدة سنتين، والتي حددت عام 1885 ميلادي 4 سنوات أخرى. وفي الوقت نفسه أخذ يراسل حكام المسلمين وأمراءهم في فارس، العراق، سوريا ومصر بدعوتهم فيها للمشاركة في قتال الصليبيين. هون كان تخطيط معين من البداية، إنه يتخلص من الحكم الشيعي في مصر، إنه يوحد مصر والشام، والآن هو على مدافع الهدف الثالث واللي هو مجابهة الصليبيين، والآن توحيد الأمة الإسلامية، توحيد صفوف المسلمين نحو هدفه واللي هو مجابهة الصليبيين والقتال. السلطان صلاح الدين الأيوبي ومعركة حطين. معركة حطين في عام 1187، هذه المعركة التي كانت جدا مؤثرة والتي كانت جدا حاسمة، سوف نتحدث عنها بعد الاستراحة إن شاء الله. شكرا لكم.
رجعنا الآن سوف نتحدث عن السلطان صلاح الدين الأيوبي ومعركة حطين، المعركة الحاسمة، المعركة جدا قوية، المعركة جدا مؤثرة والتي تاريخها يمتد إلى الآن والتي كان لها التأثير الكبير في تاريخ الدولة الإسلامية. لم تطل الهدنة طويلا، فقط خرقها رينو دي شاتيون أمير حصن الكرك باعتدائه على الأماكن المقدسة الإسلامية في الحجاز ثم على القوافل المارة من ولاية دمشق قاصد الحجاز ومصر. وهكذا اضطرت استفزازات رينو هذه إلى أن يقرب صلاح الدين ساعة الحسم من مع الصليبيين، أي معركة حطين. كان قد خطط صلاح الدين بأن لا يبتدئ الآن المعارك مع الصليبيين، لكن هذا الاستفزاز دعاه إلى أن يبدأ، وهنا بدأت بمعركة حطين. وأما جيش الصليبيين بقيادة الملك جيدي لوزيان فقد تجمع في صفوري قرب الناصرة. قرر الملك متابعة الزحف نحو طبرية لملاقاة قوات صلاح الدين السلطان صلاح الدين الأيوبي، رغم معارضة بعض الصليبيين الذين فضلوا البقاء في صفوري لوفرة الماء فيها، فكان لقراره الخاطئ هذا أكبر الأثر في هزيمة الصليبيين، وسوف نرى لماذا. اتسار الجيش وهو يعاني قلة المياه، قلة الماء والعطش طبعا، وحرارة شهر تموز. احنا بشهر تموز اللي جدا حار، وكان قرار من الجنود ومن مجموعة انين يظلوا في صفوري مي وافرة وهون بيقدروا يقاتلوا في سيطرة على المياه، لكن القائد قرر انه يكمل وانه يواجه في منطقة اللي هو ما بيعرف بالضبط الحيثيات تبعتها، وهون وقع الخطأ تبعه. فوصل أرض المعركة التي اختارها، من الذي اختارها؟ السلطان صلاح الدين الأيوبي، هو يعني تم اختياره منه لهذه الأرض اللي هي عارف بالضبط الحيثيات تبعتها وكيف له أن يسيطر على جيش كامل في داخلها وأن يحرمه من كثير أمور اللي راح نشوف. وقد ظهرت عليه علامات التعب والعطش. الجيش الصليبي هون في تعب طبعا، هني صاروا مسافي وكمان عطش، ما في مياه، والسيطرة على المياه هو من صلاح الدين الأيوبي والجيش تبعه. معركة حطين المسار تبعها، عسكر جيش الصليبيين في الهضبة التي تشرف على حطين، وهي ترتفع عن سطح البحر أكثر من 300 متر ولها قمتان تشبهان القرنين واللتين عرفتا بقرون حطين. وأقام الملك الصليبي خيمته على السهل الواقع بين القرية لوبي وحطين، بينما عسكر السلطان صلاح الدين الأيوبي وجيشه في الوادي المعشوش المعشوب من تحتهم، والذي ينبع ويجري فيه ماء عين قوية استفاد منه جيش المسلمين للشرب. إذن جيش المسلمين يسيطر على المياه ويستطيع أن يشرب المياه، بينما منع الصليبيون من الوصول إلى الماء، فترك ذلك أكبر أثر على صمودهم في المعركة. هون إحنا شايفين إنه جيش المسلمين يسيطر على المياه ويمنع الصليبيين إنهم يقدروا يشربوا من هذه المياه. أحرق المسلمون الأعشاب والشجيرات في ساحة المعركة واستولوا على عيون الماء لتعطيش الصليبيين. إذن قاموا بأنه يعطش الصليبيين وأنه يهلكوهن بهذا العمل، وبهيك غذروا أنه يسيطروا على أجواء المعركة وأنه قاموا بالسيطرة على جيوش الصليبية. نتيجة المعركة ماذا حدث؟ بعد ذلك، بعد سيطرة صلاح الدين على المياه، بعد أن زحف الجيش الصليبي إلى مقاتلة بعيدة عن المياه، وأنه الجيش تبعه جدا تعبان وجدا بحالة أنه ما بيقدر يقاتل. في هذا الشهر اللي هو تموز الحامي، اكتشف الصليبيون أن السلطان صلاح الدين الأيوبي استغل ظلام الليل ليضربه، ثم بدأ هجومه الكاسح، فاختلت صفوتهم فأحاط بهم المسلمون إحاطة الدائرة بقطرها بشكل دائري، وحاولت البقية الباقية أن تحتمي بقرون حطين، وكلما تراجعوا إلى القمة الهضبية
شدد المسلمون عليهم وكثر القتل والأسر في صفوف الصليبيين، ولم ينجو من المعركة من الصليبيين إلا بضع مئات، فروا إلى مدينة صور واحتموا وراء أسوارها. إذا نتيجة معركة حطين واضحة جدا إنه لصالح السلطان صلاح الدين الأيوبي وتخطيطه بأنه يجذب الصليبيين لمنطقته، للمنطقة اللي هو دارس بالضبط شو بدور حواليها، كيف يسيطر على الجنود الصليبيين، وبالفعل نجح في معركة حطين بالاستيلاء على المياه وحرمان الصليبيين من هذه المياه والعطش الشديد داخل الجيوش الصليبية، وهكذا استطاع أن يتغلب عليهم بسهولة وبتخطيط متقن منه بأنه يستغل أنه هو بيعرف المنطقة أكثر منهم بكثير. السلطان صلاح الدين الأيوبي وتحرير بيت المقدس. هون إحنا بنحكي عن مكان جدا مهم بالنسبة للصليبيين، كان هدف الحملات الصليبية العديدة، والآن صلاح الدين أيضا الذي يهمه بيت المقدس بالنسبة له من ناحية دينية فقط يقوم أيضا بتحرير هذا البيت. كيف بعد نصر حطين واللي حكينا عنه كيف كان له الوقع الشديد على الجهتين، على الصليبيين وعلى المسلمين، تهاوت غالبية المدن والقلاع الصليبية في أيدي جيوش السلطان صلاح الدين الأيوبي، فقد كانت رهبته أكبر من قوته، نستطيع أن نقول ذلك، فقد كان التخطيط والعمق بالتخطيط كان شديد وكبير، وعرفوا ذكائه وعرفوا كيف أنه يدخل إلى المعركة ويعرف كل خطوة بداخل هذه المعركة كيف ينفذها، ولذلك كانت رهبة صلاح الدين أكبر من القوة التي كانت معه، رهبته كانوا يخافون صلاح الدين، لذلك استطاع بهذه الترهيب أن يستغل المقاتلين، أن يستغل القتال ضد الصليبيين، لأن غالبيتها كانت قد أفرغت من حاميتها لمشاركتها في معركة حطين. إذن معركة حطين كانت قد نفذت الفوز الكبير لصلاح الدين والقتل الكثير من داخل الجيوش الصليبيين، ولذلك لا يوجد من يحمي هذه الديار أو يحمي هذه البلاد. وفي شهر أيلول عام 1187 ضرب السلطان صلاح الدين الأيوبي حصارا على مدينة بيت المقدس، فلما لمس الصليبيون المحاصرون بشدة قتال المسلمين بادروا إلى طلب الأمان، فاستجاب لمطلبهم وحددت شروط الأمان. إذن هون شايفين التنازل، شايفين إنه تركوا الأمور، التنازل عن الديار، بس اعطونا الأمان. قد هذا وقد قبل السلطان صلاح الدين الأيوبي فدية 30,000 دينار عن 7,000 من فقراء الصليبيين، وكذلك أخلى سبيل الكثير من الصليبيين لوجه الله. لقد مدح المؤرخون غربيون معاصرون السلطان صلاح الدين الأيوبي على هذه الروح السمحة في تعامله مع الصليبيين. صار رجال الشرطة بناء على أوامر السلطان صلاح الدين الأيوبي يطوفون في الشوارع والأبواب يمنعون كل اعتداء يقع على المسيحيين. إذن هون أخذوا الأمان من صلاح الدين الأيوبي، السلطان صلاح الدين الأيوبي، بعد نجاحه بأنه يسيطر على المنطقة. السلطان صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد، الأسماء اللي إحنا سمعينها أسماء جدا مشهورة في التاريخ، أسماء اللي كان إلها رنين في داخل التاريخ. بعد أن رتب صلاح الدين إدارة بيت المقدس عاد إلى دمشق ليقوم بجولة حروب أخرى ضد الصليبيين، والذين جاءوا بحملة صليبية ثالثة في سنوات 1192 حتى عام 1189 ميلادي. كانت هذه الحملة الجديدة رد فعل البابا والغرب الأوروبي على هزيمة حطين وسقوط بيت المقدس. إذا عندنا الحملة الثالثة اللي هي رد على الإهانة بأنه في حطين الهزيمة الكبرى واسترجاع بيت المقدس عاصمة مملكة القدس اللاتينية، قادها 3 من الحكام الأوروبيين
من ألمانيا، فرنسا وإنجلترا، وكان أبرزهم يدعى ريتشارد قلب الأسد، وكان هو وملك فرنسا قد فرضا على السكان بلادهم ضريبة خاصة عرفت بعشر صلاح الدين. إذن هني جايين مواجهة قيادي كمان، مش بس استرداد، مواجهة قيادي عرفة بعشر صلاح الدين يدفعها كل من لم يشارك في الحملة. إذن بدكش تشارك بالحملة بدك تدفع مصاري، وهذا الإشي طبعاً بدعم فكرة إنه يشارك بالحرب، لأنه في قسم اللي ما معي يدفع، فأنا بدي أشارك عشان ما أدفع هاي الأموال. الآن نتوجه إلى الحملة الصليبية الثالثة، واللي هي حكينا هي انتقام من معركة حطين، وإنه السلطان صلاح الدين الأيوبي استرجع بيت المقدس، ولذلك هذه الحملة يجب التعمق أكثر بها لكي نرى ما هي توجهاتها. توجهت قوات الحملة الصليبية الثالثة إلى حصار عكا، وحصلت في الوقت نفسه على مساعدة سفن المدن الإيطالية التجارية، وذلك بحصار المدينة بحراً. وقد فاق عدد الجيش الصليبي عدد قوات صلاح الدين الذي اتخذ معسكره عند تلال شفا عمر، ولم يستطع منع الجيش الصليبي من تضييق الخناق على المدينة، في حين اشتدت الضائقة على حمايته وسكانه المسلمين، لذا اضطر صلاح الدين إزاء ذلك التوصل إلى اتفاق مع الصليبيين يقضي بتسليمهم المدينة، ثم أن يطلق سراح الأسرى الصليبيين لديهم، وأن يؤدي لهم فدية مالية عن حاميتها، شرط أن تنسحب حاميتها وعائلاتها وأموالهم للسالمين. فالتزم صلاح الدين بتنفيذ بنود الاتفاقية، بينما قتل ريتشارد 2700 من حاميتها، متهما صلاح الدين بخرقها. إذن كانت عدة اختلافات وتغشيش في داخل هذه المعارك من أجل مصلحة كل مجموعة. ريتشارد قلب الأسد يتوجه لبيت المقدس لتحريره. غدر يتغلب على صلاح الدين بأنه يدخل عكا، يستولي عليها، وشعر بهذا الشعور أني أنا أستطيع أيضا إكمال هذه الطريق واسترداد بيت المقدس. توجه ريتشارد نحو بيت المقدس لتخليصه من سيطرة السلطان صلاح الدين الأيوبي، فصار في طريق الساحل. وبعد أن ألحق هزيمة بجيش السلطان صلاح الدين الأيوبي على الساحل البحر الأبيض المتوسط، توجه صوب مدينة يافا ليحصنها، في حين توجه السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى مدينة الرملة ليحصنها والآخر، استعدادا للجولة القادمة بينهما. إذن هون المناوشات، كل مجموعة بتحاول أنها تحصل على المنطقة الاستراتيجية تبعتها عشان تقدر تقاوم وتقاتل من أساس قوي. هناك مراسلات حدثت بين السلطان صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد. تبادل الطرفان المراسلات. تقدم ريتشارد بثلاث مطالب إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي، أحدهما أن يسلمه بيت المقدس، لكن السلطان صلاح الدين الأيوبي رفض ذلك، رفض تسليم بيت المقدس لريتشارد، رغم أنه هناك قوة لدى ريتشارد قلب الأسد، لديه الجنود الكثر، لديه القوة التي ربما تخيف أي قائد آخر، لكن السلطان صلاح الدين يرفض تلبية هذا الطلب وتسليم بيت المقدس. ولما فشل ريتشارد في تحقيق مطالبه أمام تمسك صلاح الدين الأيوبي، السلطان صلاح الدين الأيوبي بموقفه وإصراره، اضطر إلى عقد صلح الرملة عام 1192 مدته 3 سنوات، وبموجبه يحتفظ الصليبيون بالمنطقة الساحلية من صور وحتى يافا، ويشتركان في هدم أسوار عسقلان، ويعترف بسلطة صلاح الدين على سائر البلاد بما فيها بيت المقدس، ويسمح للصليبيين بالحج إليها عزلا ودون دفع رسوم الدخول لتأكيد حرية العبادة. هنا نرى تنازل بسيط من السلطان صلاح الدين، تنازل كي يستطيع الاستمرار، لأنه إن لم يفعل ذلك سوف تستمر الحروبات وربما يخسر بيت المقدس، لكنه استطاع أن يكون
شخص عنيد، شخص ذو ثقة أنه لن يتنازل عن بيت المقدس مقابل شروط ريتشارد قلب الأسد، رغم قوة القوات التي كانت مع ريتشارد قلب الأسد، يعطي ويسمح بالحج للصليبيين بأن يكون عزلا دون دفع رسوم، يسمح ببعض الأمور، لكن بالمقابل يعترف ريتشارد قلب الأسد بحكمه على بيت المقدس، بحكمه على المناطق التي بقيت معه. خلفاء السلطان صلاح الدين الأيوبي ومواصلة القتال ضد الصليبيين. بعد صلاح الدين الأيوبي لنرى ماذا حدث مع هذه الفئة اللي هن الأيوبيين. أول مواجهة لخلفاء السلطان صلاح الدين الأيوبي كانت الحملة الصليبية الخامسة 1219، وكان هدفها مصر لقناعة الصليبيين أن بقاءهم في بلاد الشام بما في ذلك بيت المقدس يقتضيهم السيطرة على مصر، لأنها تحمل لواء القتال لطردهم من المشرق الإسلامي، فضلا عن المخزون البشري والاقتصادي المهمين في مواصلة القتال، مهمين في مواصلة القتال. إذن هون هدف من أهداف الصليبيين هو الوصول إلى مصر واستغلالها من أجل القتال والاستمرار إلى بيت المقدس أيضا. نجح الصليبيون باحتلال، هو احتلال مدينة دمياط اللي هي في مصر، نجح الصليبيون باحتلال مدينة دمياط الواقع على مصب نهر النيل في البحر المتوسط الأبيض المتوسط خلال الحملة الصليبية الخامسة عام 1219، ثم زحفوا باتجاه مدينة المنصورة في الطريق المؤدية إلى القاهرة، حيث تجمعت قوات الأخوة الأيوبيين الثلاثة. وما أن اقتربوا الصليبيون من مدينة حتى فتحت عليهم سدود الماء فحلت بهم كارثة، اضطروا معها إلى أن يوقعوا هدنة لمدة 8 سنوات، وموجبها أن ينسحبوا من دمياط ويتبادل الطرفان الأسرى. إذن هون كان في خسارة بأنه كان في تصدي شديد لإلهن بين انغذروا يمنعوهن بأنهن يسيطروا على مصر. الحملة الصليبية السادسة، هنا انتهينا من الخامسة والآن لم يفقدوا الأمل وانطلاق إلى السادسة والتي كان لها أثر كبير أيضا. الحملة الصليبية السادسة عام 1228-1229، كان الخلاف قد فرق السلطان الكامل الأيوبي حاكم مصر وأخيه السلطان المعظم عيسى الأيوبي حاكم سوريا. هنا نرى بداية الخلاف بين السلاطين الأيوبيين، بداية الخلاف يعني واضح جدا أن يكون ضعف، بداية خلاف هو ضعف داخل القيادة داخل السلطنة، بداية ضعف بداية اختلاف. فاستعان السلطان الكامل بالإمبراطور الألماني فريدريك الثاني الذي فرض عليه البابا الحرمان لمماطلته لإبقاء بوعده، إفاء بوعده، أي القيام بحملة صليبية. إذن هون مطلوب منه هذا السلطان، من هذا الإمبراطور أن يقوم بحملة صليبية. هون مين اللي بطلب منه العون؟ سلطان أيوبي اللي داخل الأراضي اللي مطلوب منه يقوم بحملة في داخلها. أي القيام بحملة صليبية على أن يتنازل له عن بيت المقدس ليضعه حاجزا بينه أي مصر وبين منطقة أخيه السلطان المعظم سوريا. وكان السلطان كامل قد استعان بجلال الدين الخوارزمي الذي حكم المنطقة الممتدة من أذربيجان حتى نهر السند، لكن موت السلطان المعظم عيسى الأيوبي عام 1227 قد أنقذ الموقف، فلم يعد السلطان الكامل بحاجة لمساعدة فريدريك الثاني، لكن استمرار الخلافات داخل الأسرة الأيوبية أدى بأن عقد السلطان الكامل مع فريدريك اتفاقية يافا عام 1229 ميلادي. هون شايفين الخلافات، إحنا شايفين كيف إنه في تنازل معين، في اتفاقية بهدف الحماية لنفسه، الأنانية السلطوية أو إنه بده يبقى بالحكم أدى إنه يعمل اتفاقية حتى لو مع عدو.
اتفاقية يافا اللي هي عام 1229 بين السلطان الكامل والإمبراطور الألماني فريدريك الثاني. يحصل الصليبيين المقضوها على بيت المقدس، بيت لحم، ممر يصل إلى الليد ويافا، الناصرة وغرب الجليل بما فيها القلاع منفرد، قرين العربية وهي قرب معليا، وتبين ما حول صيدا. شرط أن يبقى الحرم الشريف، قبة الصخرة والمسجد الأقصى في بيت المقدس بأيدي المسلمين، ولهم الحق في التردد إلى هذه الأماكن والعبادة فيها. تضمنت الاتفاقية إطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين الإسلامي والصليبي، أما مدتها فحددت بعشر سنوات. إذا هون في تنازل كبير واضح من السلطان الكامل بأنه على بيت المقدس، أنه بس المناطق المقدسة لدى المسلمين تبقى لديهم ويستطيعون الدخول إليها، لكن واضح جدا التنازل الكبير الذي قدمه. الآن ننطلق نحو المهام التنفيذية. ما هي نقاط ضعف البيزنطيين والتي جعلتهم يفشلون باسترجاع إمارة الرها؟ حكينا عن إمارة الرها وكيف أنهم لم يستطيعوا أن يستردوها. ننتقل أيضا للسؤال الذي بعده. كانت للصليبين عدة مواجهات مع المسلمين، أي حكم كان الأقوى المواجهة وأي كان الأضعف حسب رأيك ولماذا؟ ماذا نجم عن اللقاء الذي تم بين الصليبيين والمسلمين من الناحية الحضارية؟ أعطي أمثلة. أترك لكم هذه الاستفسارات وننهي درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم ولاستماعكم. كانت معكم غالية من دلوقتي.